النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة بقية هذا اليوم الاثنين، ذلك الحال خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستيراد لأهم محاور الطقس. توقعات بتوجه منخفض جوي خماسيني خلال ساعات نهار غد الثلاثاء من داخل الصحراء المصرية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا المنخفض الجوي الخماسيني يجلب العديد من التغيرات والاضطرابات الجوية إلى المنطقة، تتمثل بارتفاع ملموس وواضح الحارة بداية، وذلك مع ساعات الليلة القادمة ليلة الاثنين على الثلاثاء، كذلك الحار طوال نهار الثلاثاء بحيث تتجاوز معدلاتها المعتادة نسبة لهذا الوقت من العام. كذلك الحال يترافق بكميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في عموم المناطق. هذه السحب قد يدخلها بعض الزخات المطرية الخفيفة، وبالتالي يتوقع أن تكون هذه الزخات الخفيفة على شكل أمطار طينية نظرا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء كما هو مبين من خلال هذه المحاور. كذلك الحال هنالك ارتفاع واضح في تركيز الغبار على الأجواء في الأجواء خلال ساعات عصر ومساء وليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لتقدم رياح جنوبية غربية قادمة من داخل الصحراء المصرية وشبه جزيرة سيناء نحو المملكة ودولة فلسطين على وجه الخصوص، إضافة إلى باقي المناطق. هذه الرياح الجنوبية الغربية من شأنها أن تعمل على زيادة تركيز الغبار في الأجواء كما تحدثنا، وعلى بدء انخفاض تدريجي وملموس على الحارة اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء، وتوالي الحارة انخفاضها بشكل واضح وكبير يوم الأربعاء لتقل عن معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. كذلك الحال يتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار لا سيما فوق المنطقة الشمالية تكون شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، يحتمل أن تمتد كذلك الحال نحو أجزاء من المنطقة الوسطى وقد تترافق بهبوب بعض العواصف الرعدية. ننتقل معكم الآن لتوقعات أو لصور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في الأقصى العرب نلاحظ معكم ظهور تشكيلات من السحب على ارتفاعات معظمها متوسطة وعالية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب هي تابعة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني، يتوقع أن تستمر بالظهور خلال 24 ساعة قادمة، ويتوقع كذلك حال أن تخللها بعض السحب والخلايا الممطرة اعتبارا من ساعات الليلة القادمة المتأخرة في المنطقة الشرقية وخلال ساعات نهار الغد في مناطق متفرقة وعشوائية من المملكة، على أن نتوقع أن تتشكل سحب ماطر جديدة فوق المملكة مع ساعات صباح وظهيرة الأربعاء لا سيما كما تحدثنا في شمال وأجزاء من وسط المملكة. ننتقل معكم الآن لتوقعات خرائط الأمطار وخرائط محاكاة الهطول الخاصة بنا هنا في طقس العرب خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم مع ساعات نهار الثلاثاء فرصة لهطول بعض الزخات الخفيفة المتفرقة طينية الطابع في مناطق محدودة وعشوائية من المملكة، لكن مع ساعات صباح وظهيرة الأربعاء يتوقع هطول زخات ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة من المطر بمشيئة الله تعالى في أجزاء من شمال ووسط المملكة بالتزامن مع تراجع تركيز الغبار في الأجواء. كذلك الحال هذه الأمطار قد تترافق بهبوب بعض العواصف الرعدية كما تحدثنا مع ساعات صباح وظهيرة الأربعاء بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن للحديث حول درجات الحرارة في خلال الفترة القادمة. درجات حارة أو خرائط درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة نلاحظ معكم مع ساعات نهار الثلاثاء هذه الألوان الداكنة فوق المملكة تحديدا، وتدل على ارتفاع درجات حارة عن معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، لكن مع ساعات الليلة القادمة
أو ليلة الثلاثاء الأربعاء تدخل هذه الألوان الفاتحة الأكثر ذات اللون الأخضر من داخل البحر الأبيض المتوسط نحو المملكة وتستمر خلال ساعات نهار الأربعاء وتعكس قدوم كتلة هوائية باردة أبرد من الكتلة التي تؤثر على المملكة ستؤثر على المملكة نهار الثلاثاء وبالتالي توقع حدوث انخفاض كبير وملموس وحاد على الحارة بالتزامن مع تراجع في تركيز الغبار على أجواء نهار يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن لمشاهدة خرائط توقعات هبات سرعة الرياح خلال الفترة القادمة. كما تحدثنا توقعات بتراجع سرعة الرياح خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء مقارنة بالرياح نشطة التي أثرت في وقت سابق من النهار الأحد والاثنين. تتراجع هذه الرياح مؤقتا حتى ساعات ظهيرة الثلاثاء، لكن نلاحظ معكم مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء هنالك النشاط تدريجي وواضح في سرعة الرياح الجنوبية الغربية إلى الغربية بالتزامن مع تحرك مركز المنخفض الجوي من داخل الصحراء المصرية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ننتقل معكم الآن لمشاهدة التوقعات الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان وخلال الأيام القادمة. نبدأ معكم بالليلة توقعات بأن يطرأ ارتفاع الحارة مقارنة بالليالي الماضية، توقعات بسيادة أجواء مائلة للبرودة لكنها أكثر دفئا من المقارنة بالليالي الماضية. تكون هذه الأجواء مائلة للبرودة كما تحدثنا مع ساعات الليل المتأخرة. هنالك أيضا ظهور لتشكيلات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية قد يتخللها بعض السحب الممطرة بشكل خفيف متفرق لا سيما في المنطقة الشرقية. توقعات الخاصة خلال الثلاثة أيام القادمة كما تحدثنا هنالك انخفاض كبير وحاد وملموس على الحارة اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. يستمر هذا الانخفاض خلال يومي الأربعاء والخميس بحيث تسود أجواء باردة في عموم المناطق. تتهيأ الفرصة كما تحدثنا خلال ساعات صباح وظهيرة الأربعاء لهطول زخات متوسطة إلى خفيفة الشدة بمشيئة الله من المطر في أجزاء من شمال وسط المملكة قد تصحب بالرعد. كذلك الحال هنالك أيضا ظهور للسحب المنخفضة في الجبال مع تدنن في مدى الرؤية الأفقية. أيضا نريد أن ننوه من جديد إلى توقع ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء، وبالتالي تحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي والعيون من ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. كان كل ذلك حتى اللحظة من هنا من طقس العرب من المنزل. إلى اللقاء.